لكي كل حاجه، مال وجمال والف من يتمناك. ليه عايزه تاخدي جوزي مني؟ ليه استهان مستكتر عليا الحاجه الوحيده الحلوه اللي ربنا رزقني بيها؟ يا نوره فهميني. انا فهماكي كويس قوي، انت اللي زيك ما عندهمش قلب ولا ضمير، فاكرين ان انتوا بفلوسكم ملكتوا كل حاجه في ايديكم. انتوا ليه متخيلين ان انتوا منتينا واحنا منتينا تانية خالص؟ ليه يا استهاني بتستحمي حاجة غيرك؟ اكمن غيرك فقير وضعيف. انت ليه مش عايزة تسمعيني؟ عشان افعالك سبقت كلامك يا استهاني. انت عارفة؟ انا اول ما شفتك رغم الطيبة اللي مالية وشك دي بس خفت منك، حسيت بالشر اللي جواكي، وهو احساسي طلع صح. فضلتي تخططي وترتبي لحد ما خدتيه مني. ارجوكي كفايه تجريح لحد كده. تجريح؟ انت عايزه توجعي لي وتكسري لي ضهري، وفي الاخر مستكتره عليا ان انا اجرحك بالكلام. مش بقول لك انت منتينا واحنا منتينا تانيه خالص؟ يا نوره اوعي تفتكري ان الفلوس هي الامان. بالعكس، انت بتخليني اشك في كل اللي حواليا. أنا أقرب ناس ليا خانوني، ربنا أراد لي إن أكون ما بخلفش، يعني برضو أقدر أكمل لوحدي. صدقيني أنت عمرك ما هتحسي بألم الوحدة غير لما تعيشيها، وأنا كان كل همي أدارة فيكو وأعيش معاكو وبيكو، مش أدمر لكو حياتكو. وعبد الله مش راجل عجبني وقررت أتجوزه وخلاص. عبد الله هو الوحيد اللي وقف جنبي وحسسني بالامان. وش معنى يا عبد الله؟ ما انت الرجاله جنبك وحواليك كتير، ليه يا عبد الله؟ صدقيني لو كان في رجاله كتير ما كنتش اخترت هو بالذات وبهدلتك معايا. يعني ايه يا استاذ؟ مش كل الواحد طلع له عشان بيبقى راجل. انا منعت نفسي من التفكير فيه كتير، بس هو اللي بأدبه وأخلاقه ومعاملته الطيبة أجبرني على كده. أنا عمري ما تخيلت إني أتحط في الموقف ده. بس أنا غلطت في حقك. وأوعدك إني هفض الشركة بيني وبينه ومش هشوفه تاني أبدا. بس أرجوكي سامحيني. أنا مش كده وعمري ما هكون كده. أنا آسفة. يا ترى انت فين يا نوار؟ مصيبة تكون عملت في نفسك حاجة. انت كنت
انت فين يا نوار؟ انا اسفه يا عبد الله. ايه ده؟ دي هديه بسيطه كده عايزه اصالحك بيها. انت واعي لكلامك؟ دي اول مره من ساعه ما اتجوزنا هبقى قصده كل كلمه هقولها لك يا عبد الله. مالك يا نوار؟ انا عارفه ان انت جدع وهتعملها يا عبد الله. ما انت عملتها قبل كده واتجوزتني برضه شهامه وجدعانه. ايه اللي بتقولي ده؟ ايه الحقيقه اللي لازم تسمعها مني عشان ما ينفعش نخبي على بعض اكتر من كده؟ من اول يوم اتجوزنا فيه عبد الله وانا عارفه ان انت ما بتحبنيش، بس انت عشان كده حاولت تداري، عملت روحك بتحبني وانا عملت روحي مصدقه. يعني ايه عملت روحك مصدقه؟ يعني عملت روحي مصدقه يا عبد الله، بس المره دي عينيك خانتك وكشفت اللي جواك. عشان جنب الشهامه والجدعنه في حب ليها انا شفته في عينيك يا نورة. أنا أنت بتحبها، بتحبها يا عبدالله، ما تحاولش تداري يا حبيبي، ده أنا بفهمك من عينيك. أديك قلتيها، أنا حبيبك. طبعا طبعا حبيبي، حبيبي بس ما حبتنيش يا عبدالله. يا نورة الكلام اللي بتقوليه ده يا نورة، علشان خاطري ما تكذبش. خلاص خلاص احنا كبرنا على كده يا عبد الله. يا نورة انت مراتي وام ابني، وعمري ما هفرط فيك مهما كان، ومش هسمح لك في لحظة غضب اني اطلقك. اديك قلت، دي كانت لحظة غضب وخلاص راحت لحالها. يعني انت خلاص مش عايز تطلقي؟ لا مش عايزه اتطلق يا عبد الله. بتتكلمي جد؟ كل اللي انا عايزاه من الدنيا ان اشوفك مبسوط حتى لو مع غيري، عشان اللي بيحب حد بجد بيبقى عايز يشوفه سعيد. وانت عملت عشاني حاجات كتيره قوي، يعني مش كتير عليك، انا اضحي عشانك واسيبك تعيش مع اللي بتحبها. يا نورة انت فيك ايه؟ تعبت من المكابرة يا عبد الله. خلاص خلاص امنت اني مش هقدر امنع قدر ربنا. روح لها، روح لها بس عشان خاطري ما تنسانيش انا وابنك، عشان احنا ملناش غيرك.